احتفالا بعيد الجيش العربي السوري تقديرا لتضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن وصون حريته وكرامته، نظمت مؤسسة شباب سوريا للعمل التطوعي بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة وفريق دمشق التطوعي ومشروع بكرة إلنا احتفالية بساحة الأمويين بمشاركة 300 شاب وشابة، قدموا عرض على أنغام موسيقى فرقة الجيش. لنتعرف أكثر على المبادرة بصرنا أن نرحب بضيف علي المسؤول الإعلامي لمؤسسة شباب سوريا للعمل التطوعي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يا هلا طيف. أهلا أريف. طيب أنتم كفريق دمشق التطوعي وأكيد كمؤسسة بتضم عدة فرق تطوعية، كان في لكم بصمة بعيد الجيش، كيف طلعت الفكرة؟ هلا اكيد من مبدا انه كلياتنا مع الجيش وكلياتنا هذا الجيش رمز لنا من لما كنا صغار، من لما خلقنا هو اللي حامي سوريا على مر السنين. كلياتنا حابين انه نقول شيء للجيش العربي السوري بعيده، انه نقول انه نحن معك، حابين نورجي انه كل الشباب السوري بيشرفهم انه يكون عندهم جيش مثل الجيش العربي السوري. حسينا انه يمكن اكثر شيء رمزيه بمدينه دمشق هي ساحه الامويين، يعني حلو كثير نكون موجودين بساحه الامويين. صرح اي لاف دمشقس اللي هو صار له هيك مكانه معينه شوي عند السوريين، عند اهل دمشق واكيد عند كل سوريا. حبينا انه يكون حتى هو يشارك بعيد الجيش، حتى هو يقول انه نحن مع الجيش. فهون خطرت لنا فكره تلوين صرح اي لاف دمشقس بالوان الجيش العربي السوري، وطبعا هذا التلوين بس هيك ملاحظه انه مؤقت، يعني هو نحن هذا لمده اسبوع بس ورح ينشال ترجع الوان اي لاف دمشقس، هي بس بفتره عيد الجيش. فحبينا انه هيك نعمل شيء للجيش نقول لهم نحن معكم. دورنا على كل شيء ممكن نعمله مع الجيش. طبعا اول شيء الفكره انه كلياتنا لابسين لبس المواه، لبس العسكري، بالإضافة لوقفتنا جنب الصرح بعد ما تلون، فعلا كان إلى يعني نحن حسينا كثير كان المنظر حلو. ويعني الشيء الأحلى اللي تشرفنا فيه هو مشاركة فرقة جيش، فرقة الموسيقية للجيش والقوات المسلحة، يعني هذا الشيء كان كثير حلو، كنا ناطرين لآخر لحظة هيك ومتشوقين إنه نقدر نتواصل معهم، وفعلا تم الاتفاق وكانوا موجودين معنا بلباسهم العسكري، فكمان عطوا روح كثير حلوه للمكان والحدث. يعني طيف مثل ما قلتي اول ما تم ايضا اطلاق صرح اي لاف دمشقس انا احب دمشق، يمكن شفنا على السوشيال ميديا الكل حط صورة هذا الصرح، كمان اليوم رجعنا شفنا هذا الشيء مرة تانية لما صار برمزية الجيش العربي السوري. رح نروح سوا ونشوف الأجواء كيف كانت مع زميلتنا ماتيلدا كربوج اللي كانت متواجدة. خلينا نشوف. يعني طيف كان في عدة فرق مشاركين معكم، كورال بكرة إلنا وأيضا الفرقة والعزف، كتير كان في روح شباب قوية، وهالتشاركية بالعمل وهالتشاركية بالاحتفالية بمناسبة عيد الجيش قديش هيك عطتكم ثقة أكثر أنه تقوموا بهيك مبادرات جميلة وأيضا يكون لكم بصمتكم بكافة الأعياد والمناسبات؟ أكيد، يعني خاصة بمناسبة مثل هي، يعني كنا حابين نقول بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري إنه الشعب كله
مع الجيش العربي السوري، فلهيك كانت الفكرة أنه فريق شباب دمشق التطوعي اللي هو جزء من مؤسسة شباب سوريا للعمل التطوعي، معنا اتحاد شبيبة الثورة اللي بيضم كمان عمر الشبيبة، بالإضافة لمشروع بكرة قلنا اللي هن أطفال، كمان مشروع بكرة قلنا اللي كانوا عم يغنوا خبطة قدمكم وبهيك بكتير روح حلوة وحماس وطاقة، بالإضافة لفرقة الجيش. فكنا عم نقول كل الأعمار بكل الأجيال نحن مع الجيش العربي السوري، كلياتنا يمكن الجيش العربي السوري بيضم حدا من عائلة كل حدا منا، لهيك هو فعلا منا وفينا، وكلياتنا نتشرف بأنه نحن جزء من هالوطن اللي فيه هيك جيش. فكتير كان حلو التشارك بين كل هاي الفئات مع بعض لتقول رسالة واحدة أنه تحية لعيد الجيش. أكيد. طيب يعني اليوم مرق معنا كتير فعاليات كانت كلياتها بمجملها هي رسالة تحية لأبطالنا بواسلنا حماة الديار، يمكن شو ما عملنا وشو ما قلنا كتير قليل قدام اللي قدموه خلال هالسبع سنين وحتى ما سبق. اليوم عم نحكي عن رمزية الصرح، صار في كتير عليه كمان جدل إذا فينا نقول إنه I love Damascus، نحن دولة سورية معروفة إنه نحن بنفضل اللغة العربية، كتير ناس قالت على السوشيال ميديا ليش من كتب أنا أحب دمشق باللغة العربية. لهون نحن حابين نسألك اليوم، هل ممكن نشهد صرح آخر أنا أحب دمشق باللغة العربية إلى جوار هذا الصرح الموجود بساحة الأمم؟ هلا إذا حضرتك كنتي موجودة معنا لما افتتاح I love Damascus، هلا في إذا شفتي على جنب محطوط الكتاب مفتوح ومكتوب أحب دمشق، مكتوب فيها أحب دمشق بالعربي ومكتوب فيه يعني مثل التدشين الصرح. الفكرة هي رمزية الصرح اللي هو موجود بكل عواصم تماماً العربية، هي فكرة عالمية تماماً، فهي مو فكرة أنه لأنه إنجليزي أو لأنه عربي، بس هذا الشكل اللي هو موجود بكل العواصم الهامة يعني، وهذا صرح مهم بكل العواصم اللي بيسافر عليها أي شخص بيحب يعمل سياحة، فدائما موجود هذا الصرح بيروح بيتصور معه وين ما كان بأي مدينة ليقول أنا كنت بهي المدينة. فهي مو محاربة للغة العربية أكيد، بالعكس نحن بنعتز بلغتنا العربية ومنحكيها ومنكتب فيها أكيد، إنما هذا الصرح هو لأنه له هي الرمزية عالميا وعربيا، حبينا أنه يكون كمان سوريا وخاصة بظل الحرب أنه عم تشهد هذا النوع من التميز، الإضافة السياحية اللي تكون مثل شبه معلم المعالم السياحية بسوريا وبمدينة دمشق. طيب بالفترة الأخيرة يمكن شهدنا العديد من الفرق التطوعية وأيضا المؤسسات اللي تعنى بالعمل التطوعي، أنتوا كمؤسسة سوريا للعمل التطوعي قديش عم تحاولوا أنه يكون بصمتكم مميزة مختلفة تفيد المجتمع وأيضا تحقق حضور مفيد؟ أكيد. هلا نحن من بداية تشكيل فريقنا هو بالأساس فريق خدمي تنموي بيئي، هيك تشكل الفريق وبيخدم محافظة دمشق مثل ما كل فرقنا اللي بالمحافظات بتخدم محافظتها. الحرب هي اللي خلتنا نغير شوي مسارنا ونتحول شوي للأعمال الوطنية أو لنقرب أكثر يكون لنا دور بهي الأزمة. يمكن هو التطوع شيء أساسي من الأساس، المفروض يكون في فرق تطوعية أو منظمات تنظم العمل التطوعي ليكون بشكل صحيح بكل دول العالم، في بكل المؤسسات في إلهم قسم للمتطوعين بيشتغلوا بيقدموا أوقات معينة من فراغهم، بيقدموا وقتهم لحتى يقوموا بالأعمال التطوعية، فهذا الشيء كتير أساسي بكل الدول، وكتير كان مهم وجود الفرق التطوعية. هلأ يمكن شدنا ببداية الحرب كتير تكاثر للفرق التطوعية، وهذا الشيء كتير إيجابي، يعني دليل على أنه الشباب السوري حابب يقدم شيء وحابب يكون منظم، ما بده يكون بشكل عشوائي، يعني هذا الشيء كتير إيجابي وشيء كتير بيفرحنا أنه نحن مع غيرنا عم نشتغل، يعني سواء اشتغلنا بنفس المجال أو اشتغلنا بطريقة مختلفة، هذا الشيء بالنسبة لنا كتير منشجع عليه وكتير بيهمنا، ونحن أصلاً بنشتغل كتير بعدة فعاليات مع عدد من الفرق التطوعية، بنحب يكون في عمل تشاركي معهم، بندمج طريقتنا مع طريقتهم، بندمج توجهنا يمكن مع توجههم، مشان نكون كلياتنا عم نشتغل بالشكل الصحيح وعلى المسار الصحيح. بالنهاية كلياتنا عم نشتغل عم نصب بمكان واحد، هو شغل لسوريا، فما بيهم كيف ما اشتغلنا وبأي مجال كنا، بالنهاية النتيجة عم يكون بنفس الهدف.
أكيد يعني. طيب مثل ما حكيتي يمكن كل فريق من مؤسسات سوريا هو مرتبط بالمحافظة اللي موجود تماما. فيها أيضا يعني. ارتباط الفريق باسم المحافظة هو لحاله بيخليها شوي عليها مسؤولية زايدة، باعتبار دائما الناس بتقول هذا موضوع تابع لمحافظة دمشق، هذا موضوع تابع لا. فقدي يمكن صار في عنكم طلبات، في أشياء كتير على جدولكم، إذا فينا نعرف أهم الأمور اللي أنتم بتعالجوها. هلأ نحن من تقريبا ب 2013 بلشنا نشتغل بمحافظة دمشق بشكل رسمي بقسم الإغاثة، فنحن باللجنة الفرعية للإغاثة عم نشتغل إن كان بمراكز الإيواء مستلمينهم من الإشراف عليهم من البداية، إن كان بتقاطع البيانات، عندنا وحدة تقاطع البيانات بالمحافظة هي لعمل الجمعيات، تقاطع عمل الجمعيات أو اللي هي هيك بشكل مختصر انه الاستلام الاغاثه من الجمعيات مشان ما يكون في تداخل او تضارب او ازدواجيه، شخص عم ياخذ من جمعيتين مثلا او ثلاثه، فكله هذا تنظم العمل من خلال وحده تقاطع البيانات، نربطوا كل الجمعيات على شبكه على النت باشراف محافظه دمشق على برنامج واحد، صار منظم كثير العمل بالنسبه للجمعيات. فانه هذا كمان دور من بيشتغلوا فريق شباب دمشق التطوعي، اللي هو الإغاثة واللي هو شيء جديد على سوريا وجديد على السوريين أصلاً إنه يشتغلوا بالإغاثة، بس انفرض علينا بوجود الحرب إنه نكون نحن عم نشتغل بالإغاثة والمصطلحات كلها تجديد علينا. يعني مهجرين ولا إغاثة ولا سلل غذائية ولا مساعدات إنسانية، كل هاي المصطلحات جديدة علينا، إنما الحمد لله عم نقدر نكون إلى حد ما موجودين وقد الحمل يعني اللي نحط على كتافنا. جاهزين لأي مهام جديدة بتنطلب منا، طالما هي بتصب بمصلحة سوريا وخدمة سوريا، وكفريق شباب دمشق بمصلحة خدمة دمشق، فنحن ما في عندنا مشكلة، خاصة أكيد ضمن الظروف والحرب اللي عم نمر فيها اليوم. طيب كيف بيتم اختيار فعالياتكم وأي عمل تطوعي بدكم تقوموا فيه ضمن دمشق وأيضا خارج دمشق ضمن المحافظات، كيف بتكون الأولوية؟ حسب أول شيء المناسبات، يعني مثل إذا مناسبة غالية على قلبنا مثل عيد الجيش أكيد لازم نكون موجودين. نشاطاتنا بتكون حسب الأفكار، يعني نحن عنا أفكار، كل حدا من الفريق بيحط فكرة لأي نشاط، الفكرة إذا كانت قابلة للتنفيذ بتتناقش وبنحط لها دراسة كاملة، شو الاحتياجات، قديش عدد المتطوعين لازم يكونوا فيها، إمتى لازم تكون، أي ساعة، شو لازم نعمل، كل هاي الدراسة بس نشوفها جاهزة يعني نقدر نطلقها إذا ما كانت مرتبطة بتاريخ معين، بينما مثل عيد الجيش مرتبطة بتاريخ. نحن حبينا أنه يكون المساء، نعملها المساء مشان الناس تفيق بيوم عيد الجيش، يكون موجود Isle of Damascus بألوان الجيش، واللي بده يتصور معه واللي بده يوقف جنبه واللي بده يعني يصوره. حتى في مناسبات مثل اليوم العالمي للتبرع الطوعي بالدم مثلا، ب 14/6 كمان كنا موجودين ببنك الدم وعم نتبرع، وكمان بمشاركه عده مجموعات، مجموعه سيدات سوريا الخير، فريق عمرها التطوعي كانوا معنا، فريق الريف، فريق شباب ريف دمشق، يعني كان في عده فعاليات، فريق سما كمان التطوعي. في تشاركيه يعني تماما، يعني لما بيكون في شيء بنقدر انه نطرحه للتشارك مع الفرق، بندعي الفرق التطوعية اللي حابب يشارك معنا. في شغلات نحن لازم نكون نحن المسؤولين عن تنظيمها مشان نكون ضابطين العمل شوي أكثر، مثل بعيد الجيش لأنه كان في عنا بحدود 350 شخص مشارك غير الموجودين، يعني نحن كان في عنا متطوعين موجودين، هدول المنظمين واللي مشاركين كانوا 350، فكان في عنا عدد كبير، هذا غير فرقة الجيش ووجودها، غير يعني كان في عدد، وبتعرفي بالساحة كان صعب انه تضبطي الامور شوي لانه ساحه كبيره وفي ناس عم تمرق وعم تمشي وعم تتفرج يعني، فدائما بيكون بحاجه لعدد معين، لخطه معينه لاي نشاط، فكلياته بينحط وبيندرس على وقت. اي حدا بالفريق مثل ما قلت لك بحق له انه يطرح فكره انه بنشوفها خرج قابله لانه تتنفذ نشتغل عليها. يعني طيف يمكن كثير تفاصيل الناس بتجهلها بالكواليس اللي هي بيكون فيها الفرق ناشطة، مثل ما حكيتي هلا تشبيك مع عدد من الفرق التطوعية، تنظيم، ويمكن بقلب الحرب
أهم شيء هو أنك أنت تقدمي شيء لشخص محتاج، أو توقفي جنب شخص محتاج، أو تساهمي بتنمية المرأة أو بالحفاظ على الطفولة. هاي المواضيع العريضة اللي بتحتاج وقت كبير من الشغل، وقت كبير من التحضير. اليوم فريق دمشق التطوعي قد ايه صار عدده لحتى خلينا نقول يكفي كل هاي العزائم على قدر أهل العزائم تأتي مثل ما بنقول؟ صح، هلا هو تقريبا نحن المتطوعين بحدود 150، بس يعني المنظم العمل بطريقه، يعني انه في عندنا مجلس اداره للفريق، عم بحكي عن فريق دمشق، في مجلس اداره للفريق، كل عضو من مجلس الاداره في له مجموعه اللي هي اللجنه التابعه له، بتنطرح لهم مثلا في مجموعه خاصه، مثلا مسؤول التخطيط والتنظيم للفريق، في عندنا لجنه شؤون المتطوعين، اللجنه الاعلاميه، يعني في عندنا لجان معينه هي المسؤوله عن كل قصه، فكل شغله بتروح للشخص المسؤول عنها. بهي الطريقه بيتنظم العمل اكثر، حتى لو كان العدد قليل انما بيكون منظم، بيصير اسهل يعني. فمشان هيك نحن عددنا بحدود 150، و مو دائما الكل بيقدر يشارك. بتعرفي نحن فريقنا اغلبه شباب، يعني المتطوعين الشباب، طلاب جامعات عندهم امتحانات، عندهم البعض دوام وظائفهم كذا، فمو دائما بيقدروا الكل يكونوا موجودين، بس هن عندها يعني وقت بدك اياهم تلاقيهم موجودين، يعني لا تخافي يعني. نوجه لهم تحيه اكيد. اكيد بوجه تحيه للكل، واكيد بدي وجه تحيه بما انه هلا حكيتي على التحيه لتانت ميرزت اللي هي الام الروحيه لكل الفريق، والاغلب بيقولوا لها امي يعني، حتى مو بس انه كان اللي هي فعلا يعني هي لام الفريق يعني، فعلا اللي الكل هيك بيحلف بحياتها. بالنسبه لنا فعلا هي امنا الروحيه، مع فرق العمر الصغير كثير اللي بيني وبينها، بس هي فعلا بالنسبه لنا هي المرشد الاول. وتحيه الاكبر للشخص اللي هي مؤمن فينا كثير، واللي هو عم يدعمنا بكل شغلنا، محافظ دمشق الدكتور بشير الصباني، اللي هو المشرف العام على فريق شباب دمشق التطوعي، اللي يمكن لولا ايمانه فينا وثقته فينا ما قدرنا نعمل ولا شيء، ولا قدرنا نوصل لهون، ولا قدرنا نكمل، لانه هو مؤمن بكل حركه عم نعملها. بس نطرح له الفكره بتلاقيه مشجع لنا، في تشجيع دائم، هذا الشيء بيسهل علينا عملنا حتى، وبيدعمنا وبيخلينا متحفزين لشيء اكثر. اكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق طيف، ان كان ضمن فريق دمشق التطوعي او باقي الفرق. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، وشكرا اكيد الاخباريه اللي دائما هيك مواكبه كل فعالياتنا والتطورات اللي عم نشتغل فيها. شكرا كثير لك، وشكر موصول اكيد لكل اعضاء الفريق فردا فردا.